ليست أول زيارة له إلى صنعاء منذ تسلمه مهامه الرسمية كمفاد أممي. ولد الشيخ أحمد في زيارة جديدة لبعث نيات الميليشيا في الجنوح للحل السياسي، جدول حافل ينتظر من قدم للتشاور معهم بشأن استئناف المباحثات بينهم وبين الحكومة. محادثات أخرى أم محاولة أخيرة لإيجاد تسوية تحل سياسيا ما يجري حله عسكريا بكلفة باهظة، هي دعوة أممية باركتها واشنطن وموسكو ووافقت عليها الأطراف اليمنية بإجراء جولة جديدة من المباحثات محورها القرار الدولي 2216. ينص القرار على انسحاب مسلحي الحوثي ومن معه من جميع المدن التي استولوا عليها بالسلاح، وأن يسلموا الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش من بينها استخدام القوة، لكنه لم يتخذ شيئا. حراك سياسي يتزامن مع استمرار نزيف الدم في مناطق عدة من البلاد، وبينما تقترب معركة تحرير صنعاء أكثر فأكثر من الحسم، تتمنى الأسرة الدولية للمباحثات أن تنجح. الحكومة وافقت ومنطقها ألا خسارة من المحاولة، وقال الرئيس هادي إن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. ليس المهم انتقاء مكان انعقاد المباحثات، يقول وفد الحكومة التفاوضي، المهم أن تتعاطى الميليشيا بمسؤولية مع المساعي الدولية، فالتأخر في انطلاق المشاورات يرجع لعدم جاهزية الانقلابيين للحل السياسي. وبغض النظر يترقب الجميع أداء الميليشيا التي يضيق عليها الخناق، فلعلها فرصة أخيرة للنجاة وبأقل قدر من الخسائر.